ما حكم صلة زوجة أبي قد طلقها وهل تجب علي زيارتها علما بأن والدتي حلفت علي يمينا ألا أزورها؟ ماذا أفعل؟ ليس عليك شيء، تطلقها والدك ليس من محرم لك ولا قريبة، إنما هي زوجة أب مطلقة، فإذا كان أمك لا ترضاها لا تزورها، من محرم لك، زوجة أبيك التي طلقها ومات عنها محرم لك، لأن الله قال ولا تنكحوا ما يتناوبكم من النساء، إجماع المسلمين يرحم الله. لكن زرتها من باب الإحسان ومن باب تقدير حق والدك هذا حسن، إذا زرتها أو أكرمتها أو وصلتها بالمال هذا من مكارم الأخلاق ومن المعروف، لكن ما دام ذلك يغضب أمك ولا ترضاه أمك فلا تفعل شيء مثل هذا يغضب أمك، ولو وصلتها على طريقة سرية لا تعلمها أمك فلا بأس، المقصود لك لا تغضب أمك بهذا الطريق، ولا يلزمك أن تزورها ولا أن تصلها لأنها ليس من الأرحام ولا من الأقارب، وإنما هي مطلقة أب أو قد مات عنها، فالإحسان لها مكارم الأخلاق، ولكن لا تفعل ذلك إذا كان يغضب أمك، وإذا وصلتها خفية من دون علم أمك فلا